السلام عليكم. ابو عبدو هلا. توقعاتك الليله ان شاء الله؟ والله اتوقع بس المشكله الفريق الخصم مو وصلنا الان. ايوه توقعات ان شاء الله الفوز بمشيئه الله. كم النتيجه؟ والله عاد النتيجه ابو حسين ما اقدر، لان تعرف الفريقين كلهم بيصلون لدور ال 16، فبكذا يعني ما اقدر احدد النتيجه. نتمنى لكم الفوز ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. ابو عزوز توقعاتك اليوم ان شاء الله؟ والله املنا في الفريق كبير وطموحاتنا كبيره، وان شاء الله باذن الله ان هذا الدوري يكون فيه الخير على فريق رمادا باذن الله. ان شاء الله تعالى. بتعاون اللعيبه، بتعاون اعضاء الاداره، ان شاء الله ان قادرين ان نوصل ان شاء الله باذن الله النهائي ونحققه، ويكون فيه الخير ورد جميل لابناء رمادا ان شاء الله يستحقون الكثير والكثير من الله. ان شاء الله تعالى. استعداداتكم تمام اليوم؟ والله الحمد لله الفريق في اتم الجاهزيه، وان شاء الله ان قادرين ان نشيل الثلاث نقاط بعرق جبيننا، ونكون يعني نتاهل بجداره وباستحقاق، ولا ننتظر نتائج الاخرين، بالعكس يعني نخلق دائما فرصنا بنفوسنا باذن الله. موفقين ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. كابتن عبد الله لاعب الرمادي، لو سمحت قبل المباراة. كابتن فواز هذا من اعضاء اللجنة، احد اعضاء اللجنة بدورة الوفاء. ممكن كلمة لو سمحت؟ لا والله ما حرك كلمة. مرة ساعد المدرب يحيى صميلي لو سمحت، نبي توقعك الليله مباراه الرمادي ضد دورتموند لصالح الرمادي ان شاء الله. جاهزين انتم؟ بمشيئه الان الرمادي يسير بخطوات ثابته، خطوات واثقه جدا. ممكن تقول لنا يعني انطباع الفريق الان ومعنوياتهم و نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابو فيصل احد اعضاء شرف الرمادي وعشاقه، ممكن تعطينا توقعاتك لمباراة اليوم؟ والله ان شاء الله تكون رمادية 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك ابو فيصل. كابتن علي على ابكر، توقعاتك اليوم؟ ان شاء الله 2-0. صالح؟ ان شاء الله. على ضامر علي، توقعاتك؟ توقع بس، نبي توقع. كم طيب؟ 3-0 ان شاء الله. احمد دغريري، توقعاتك اليوم؟ 2-1 ان شاء الله تعالى. فيصل ضامري توقعاتك مباراة اليوم؟ فوز رمادي بمشيئة الله. كم؟ 3-1. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ايمن دغريري احد عشاق الرمادي ومشجعيه واحد درجة البراعم، توقعاتك لمباراة اليوم؟ 3-2 ان شاء الله. شكرا لك يا اللاعب فهد ابراهيم، لو سمحت يا فهد. تمارين الرمادي الان، حربي لو سمحت. ممكن سؤال؟ كابتن عبدو لو سمحت، توقعاتك اليوم؟ ان شاء الله فوز 3-1. 3-0؟ ان شاء الله 4-0. ها؟ 4-0 ان شاء الله. احد هنا من مع لو سمحت تتوقع؟ والله 1-1. 1-1؟ كابتن ماجد ان شاء الله 2-1 الرمادي اكيد ان شاء الله. حراجحي 2-0 ان شاء الله باذن الله بالتوفيق. كابتن علي توقعاتك مباراه الرمادي؟ 2-0 للرمادي باذن الله بمشيئه الله. حارس مرمى الرمادي عبد الرحمن، لو سمحت توقعك اليوم؟ ان شاء الله الفوز. لمين؟ انت جاهز اليوم؟ الضامري، كم تتوقع النتيجة اليوم؟ لصالح مين؟ إن شاء الله.
بعض جماهير قرية مجعر توقعات كل مباراة اليوم رمادة ودورتموند. إن شاء الله 5-0 5-0 5-0 لمين؟ رمادة. يعني رمادة. يعني أنتم مع أنت. 3-0 لمين رمادة؟ أنتم 5-0 رمادة. يعطيك العافية. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. احمد راجح لو سمحت توقعاتك اليوم. ان شاء الله باذن الله. حلو حلو. رجعنا للكابتن فواز بعد ان سمح لنا بالتصريح. توقعاتك يا اخي فواز. توقعاتك المباراه ان شاء الله 3-0 للرمادي بمشيئة الله. توعد الجمهور بهدف شيء ان شاء الله. يبين الكابتن الثاني ان شاء الله يوعدون بهدف. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. امين. كابتن عبدو فريق دورتموند انسحب من بدا اول 10 دقائق، وش الاسباب؟ والله ما في اسباب، ممكن الفريق كلهم ما هم راضين على خروجهم من اللعب، لكن الكابتن حبهم بكلمه واحده طلعوا كلهم. اللجنه لو سمحت عطنا الاسباب. الله يعطيك لو سمحت. ما في اسباب، الجماعه كان عندهم مباراه ركوبه تاخر شويه، قدرناهم جلسنا حوالي ساعه، بس الجماعه اجوا عشان طلبنا الكشوفات العامه وكشوفات المباراه، طلعوا لنا المباراه. هذا هو السبب؟ ما ادري، هذا هو. ما في اي مشكله ثانيه؟ ما في اي مشكله، فالمعذره، انا اقول لكم المعذره ان اخرناكم ساعه وحقكم عند اهل مجرد. شكرا لك يا اخي، الله يعطيك العافيه.